كنت عايزة سمحت لو حد حجز شقة وهو مش بيستخدمها، بس هو ممكن يبيعها يعني، بس هياخد وقت عشان يقضي فريق الحج، يعني هو كده يجوز ولا ممكن أخليها موجودة مثلا ويعني أبيعها السنة الجاية، لأن مفيش حد بيشتري دلوقتي. لا مش فاهم سؤالك. يعني في دلوقتي أنا اشتريت شقة، أنت اشتريتي شقة وبعد وعايزة أدي فريضة الحج، وتريدين تأدية فريضة الحج وبعد، وأنا مش لاقية شاري بيها، فهل أنا كده أقسم بأن أنا مش أنت لا تجدين مشتري إذا ارتفع عنك الإثم. طيب.